أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور يا أبو فهد، حياك الله وساعة المباركة. واليوم راح نتكلم عن مجلة الرياضي 27 أغسطس 1994، ولقاء مع أسامة حسين لاعب النادي العربي والمنتخب الوطني لكرة القدم. طبعا كان له تصريح بالبنط العريض: يا عرباوية اتحدوا. أسامة حسين طبعا يعتبر من أفضل المدافعين في الكويت، بل لا يعني ما مبالغ إذا قلنا من أفضل المدافعين في المنطقة وفهد، لأن يتمتع مواصفات وقدرات طبعا لا توجد عند مدافع آخر، كفاءة عالية، لعب صلب، يعني مرونة، لياقة. أسامة حسين روح، عطاء داخل الملعب. سامي حسين يمكن بدأ مشواره مع النادي العربي يمكن عمره 16 سنة، لعب يم بلوشي وعسكر وسامي الحشاش سمير، يعني كان متواجد بينهم، فاكتسب ثقة لأنه لعب مع فريق جبار، فريق بطولات، يعني واللاعب أساسا البيسك ماله يعني قوي، يعني أساسياته مؤسس صح يعني. فأسامة لعب يمين، نص يمين، نعم، ولعب نص متأخر، ولعب قلب دفاع، ولعب باك، ما أدري يمكن لعب هجوم بعد من قبل، ما أدري، بس إنه أسامة يعني فدائي ومميز ويلعب بروح. طبعا سألوه عن إصابته، يعني قال أنا أطمن الجماهير وإني طبعا قاعد يعني قاعد أتحسن، وإن شاء الله يعني في معسكر تدريبي في القاهرة مدة 3 أسابيع، يعني وإن شاء الله يعني الأمور طيبة. يعني سأله قال له يعني عبد العزيز الفضلي اللي أجرى اللقاء، أستاذ عبد العزيز الفضلي، قال له يعني أسامة كونك أحد أبناء القلعة الخضراء، ماذا يدور داخل السور بالنادي خصوصا وأننا نسمع طبعا بأن يعني هذا يعني العربي يعيش حاليا بين مد وجزر. طبعا نحن كلاعبين مسؤوليتنا داخل المستطيل الأخضر، ولا نتدخل بأي أمور أخرى خارجه، ولكني أقرأ من خلال الصحف بأن هناك استقالات إدارية، أما غير ذلك فلا أعلم. وبالطبع الشيء اللي نقرأه ونسمع عنه حزب الناس، وأتمنى من أبناء نادي العربي أن يتحدوا وتكاتفون، لأن النادي بحاجة لأبناء المخلصين. هذا يعني التصريح يبين أنه إنه فعلا كابتن، لأنه قال لك أنا ما لي شغل فيه، أنا علي المستطيلة. هذا شيء صح، نعم، ما يدخل نفسه طبعا فيه. يعني تكلم كذلك قرار الهيئة اللي صدر بخصوص عودة اللاعب الأجنبي، أشاد بهذا القرار وقال هذا قرار أبو فهد ممتاز، وراح طبعا يكون له تأثير إيجابي على الكرة الكويتية. تكلم يعني عن استعدادات منتخب الكويت لدورتي هيروشيما وخليجي 12، قال استعدادات كافية ومطمئنة، والعناصر المختارة هي الأفضل في الكويت، وتوقع طبعا قال يقدم مستوى منتخبنا مستوى مشرف وينافس على المراكز الأولى. أما دورة الخليج 12 فالتوقع صعب، لا سيما أن جميع المنتخبات بنفس المستوى تطمع الفوز البطولة. أعتقد هيروشيما أبو فهد حققنا فيها مركز، ولا المركز الثالث؟ الثالث، إيه صار مركز ثالث، ولكن كأس الخليج 12 يعني كان أداء يعني مراكز. صحيح. شلون يطلع فاصل إن شاء الله ونتابع بقية الحلقة. أعزائي المشاهدين لا تبعدهم فاصل قصير، وراجعين لسلطان الدفاع أبو عبد الله وسامي حسين. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا، وإحنا في البارت الأول كنا ولا زلنا مع مجلة الرياضي في أغسطس 94. طبعا تكلم عن مباراة منتخب الكويت أمام منتخب السعودية الشقيقة في تصفيات كأس العالم التمهيدية، يعني تكلم عن المرحلة اللي وصلت لها الكرة طبعا الخليجية، وكذلك اعتزاز خاصة بعد ما شاهدنا عروض نتائج قدمها المنتخب السعودي في مونديال 94. طبعا تكلم
عن طبعا اهم او نجوم لاعبي المنتخب السعودي اللي يعني لفتوا نظره، يعني قال هم طبعا الفريق كله، لكن يبقى فؤاد انور، احمد جميل، وسامي الجابر هم الافضل. والله يفهم يعني صحيح فؤاد انور الفتره هذه، يعني فؤاد انور واحمد جميل، احمد جميل يعني شرس في الدفاع، نعم، وفؤاد انور يعني ما شاء الله ياخذ الملعب عرضته، تحصله نص متاخر، صانع العاب، هداف دورة خليج 12 كان هو هدافه. نعم طبعا. اما الفرق الاخرى فاعجب اسامة حسين في روماريو، لاعب طبعا منتخب برازيل، وحاجي جورج حاجي. صحيح. طبعا افضل فرق الموسم الماضي كاظم التضامن، افضل لاعبين قال هناك اكثر من لاعب ظهر مستوى جيد، واذكر منهم عبد الله وبران ويوسف دوخي وعلي بثوهي، اختيار ممتاز. صحيح يستاهلون. ابتعاد سمير اثر على طبعا الفريق، يقول ان النادي العربي يملك حراس مرمى جيدين، واعتبر حارس مرمى الحالي احمد جاسم من افضل الحراس في الكويت، ولكن لن ننكر بان لسمير سعيد دورا كبيرا وخبره في الملاعب، وابتعاده عن قياده الاخضر خساره واثر على مستوى الفريق، ولكن عند عودته ان شاء الله في الموسم المقبل سترى الفريق بثوب جديد. لاعب تتمنى وجوده بالعربي وليد بريشي. يعني وليد بريشي مميز، نعم، ولكن ايضا عبد الله وبران، يعني وليد بريشي عبد الله وبران نفس الستايل تقريبا، يمكن وليد بريشي متعه شويه، يعني متع المشاهد ومتع، نعم، اللي يكون موجودين في الملعب، يحب يعني يسوي شغلات. ابو سالم دائما يقط الكره بين رجول اللاعب وهو ما يدري يعني. نعم. افضل مباراه طبعا شارك فيها اسامه حسين، يقول مع النادي كانت في نهائي كاس الامير امام القادسيه عام 92، ودوليا كانت ضد منتخب البحرين في تصفيات برشلونه. الأسوأ كان ضد كوريا الجنوبيه في تصفيات برشلونه. طبعا انا اتنرفز كثير يعني كثيرا ما اتنرفز في الملعب، ولكن نرفزتي على زملائي لمصلحه فريقي، وطبعا لولائي الفنيله. يقول انا مدافع ما تعمد الخشونه، معنى يتهمونه بالخشونه، لكن نلعب لعب رجولي، مهاجم تخشاه مؤيد الحداد، ولاعب ترتاح اللعب بجانبه سامي اللنقاوي الله يرحمه. طبعا المباراه اللي كنت فيها يا اسامه سبب خساره فريقك، يقول يعني في مباراه منتخبنا الوطني امام منتخب الامارات في تصفيات كاس اسيا البلنتي، فقد لعبت وانا مصاب، تسببت في ضربه جزاء ضد فريقي مع عدنان الطلياني. اي نعم. يعني ماذا استفدت كلاعب من كاس العالم؟ طبعا بالنسبه لي كمدافع، حسب قرار فيفا الاخير بانزال عقوبه الطرد على المدافع الذي يضرب مهاجم من الخلف الاستحواذ على الكرة، أنا أتجنب اللعب اللي يؤدي إلى هذه العقوبة. مباراة طبعا تتمنى مسحة من ملفك الرياضي. مباراتنا أمام نادي القادسية موسم 93 فقد طرد فيها لسوء سلوكي. يعني كذلك كلمة أحرز جول فيها. كلمة شكر طبعا النادي العربي ما قصر معي أثناء إصابتي، كذلك للشيخ سلمان الحمود والشيخ أحمد فهد المبارك والشيخ أحمد يوسف. ثلاث امنيات، اتمنى العوده للملاعب بالسرعه الممكنه بعد طبعا تشافيهم من الاصابه والاشتراك مع فريقي في الموسم المقبل. كذلك طبعا اتمنى اسامه حسين وصول منتخب الكويت الى نهائيات كاس العالم 98 في فرنسا، واتمنى عوده اسرانا لاهلهم ووطنهم سالمين باذن الله. صنت تجوري ابو غازي. تجوري طبعا صوره اسامه حسين، ويقول طبعا حبي للكره يجري في دمي، وقدامه هو قاعد بالزي طبعا الكويتي دجداشة والقطرة والعقال، وقدامه الكور. طبعا صورة جميلة الكابتن سامح حسين كاشو هني، صورة جميلة، يعني هذا ستايل الشباب الكويتي، يعني بداية التسعينات حتى قبل الغزو، يعني هذا ستايل وهذا اللبس، يعني احنا نادر ابو غازي نشوف، نعم، اللعيبة يلبسون القطرة والعقال. صحيح. كلها يا ترينك سوت ولا بنطلون وقميص ولا. نعم صحيح. فيعني الوقت هذا يعني لا زالوا حتى الجماهير الملعب تشوفه كله دشاديش. نعم. أعزائي المشاهدين وصلنا نهاية حلقتنا، لا يسعني في نهاية الحلقة لأني أشكركم على المتابعة، وأشكر زميلي فهد عبد الجليل، إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.
you.